احتفالاً بالفريق الذي إن رأيته وشاهدته فأنت لا تشاهد سوى تاريخ. نادي الشعب. بالتأكيد كلنا حافظين النشيد دون وطن وطن وطن، نادي الوطن إتي يا موطني والاتحاد، هذا العميد نادي الوطن، هذا العميد نادي الوطن. مباراة بالتأكيد ستخلد في التاريخ وستذكر لكل الأجيال القادمة وللأجيال الحاضرة، لأن الاتحاد يحتفل بتسعون عاما من الريادة والتميز. الاتحاد عميد الأندية السعودية الذي أسس في 4 يناير من عام 1927. هذا العميد نادي الوطن، ما كذبوا وما صوروا وما تحدثوا من فراغ، بل تحدثوا عن موطن للعشاق، تحدثوا عن عروس البحر الأحمر، تحدثوا عن الاتحاد الذي صال وقال، تحدثوا عن الاتحاد صاحب الرقم الصعب. انبهر يا فليب يا لويس وتعجب يا ساول، منظر لن تشاهدوه في أسبانيا ولن تشاهدوه في أي مكان. إنه الجمهور الاستثنائي، إنه الرقم الصعب في كرة القدم العالمية وفي كرة القدم السعودية، إنه الاتحاد بقيادة كتيبة صالح القرني. بالتأكيد لاعب الاتحاد في مباراة اليوم يستعد من أجل مباراة تاريخية بارتداء فانيلا، كانت هي أول فانيلا لنادي الاتحاد عبر تاريخه العريق والكبير، عبر تاريخ امتد لسنوات وسنوات، وهل هناك أكثر من 90 عاما ونادي يحفر في الصخر كي يكتب التاريخ. صمتا فالكلمة إلى جمهور الاتحاد. الباندو خوسيه لويس سييرا التشيلي الذي حضر في هذا الموسم يبحث عن تاريخ مع نادي الاتحاد، ومن صنع له تاريخ هي الجماهير التي لم تتأثر بسحب نقاط.